لو الحكاية فيها إن فيجو. والله أنا ما ظنش إن اللؤم بالكيفية اللي سعادتك بتقولها إنها فاسدة أو إنها غير مطابقة المواصفات، لأن اللؤم دي شغالة من ما يقرب من حوالي 10-12 سنة، بنجيب من نفس الشركة اللي هي فوتوريس، دي شركة استرالية. وفوتوريس دي أنا معلوماتي إن هي كانت بتورد لماتسوبيشي، يعني كانت بتورد لماتسوبيشي. على فكرة نفس الشركة بتورد للخط الأول. تمام. وما فيش أدنى مشكلة في الخط الأول مثلا على مدار العشر سنين اللي فاتوا. يعني بلا شك هنفحص الموضوع، لان طبعا انا يعني انا كنت معني بالخط الاول. تمام. مش يعني مش مشترك في الخط الثاني قوي، فبلا شك هنفحص الموضوع وبلا شك هناخد قرارنا باذن الله باسرع ما يمكن يعني ان شاء الله. باشمهندس، برضو كان في فتره من فترات مشكله بتاعت عقد وكاله الاهرام للاعلانات مع المترو واللي تم فسخه مؤخرا، فكنت عايز اعرف ايه الاجراء اللي المترو هياخده الفتره اللي جايه للمطالبه بحقه في المبلغ اللي كان متفق عليه كاعلانات من جانب وكاله الاهرام انها تدفعها المترو لاستغلال الخطين 10 سنين. والله انا معلوماتي طبعا انا يمكن لسه ماسك امبارح، انا معلوماتي المبدئيه ان الاهرام عارضه انها يعني ترجع تاني وتشتغل تاني وترجع يعني جزء كبير جدا من الامور اللي هي الايه الماضيه، بس ديتيلز مش معايا، يعني ديتيلز لسه ايه مش معايا. يعني احنا في الفتره اللي جايه باذن الله لازم في قطاع الاعلانات دوت نتحرك سواء مع الاهرام او مع غير الاهرام. يعني الفتره الجايه بقى في طرح لمناقصه جديده ولا هي هنعيد الاهرام؟ انا طالب منهم يجهزوا كراسه باسرع ما يمكن. نطرحها عشان قصه الاعلانات. وبالنسبه لمشكله الاهرام، ممكن الاهرام تستكمل مده عقدها ولا ده هيبقى صعب؟ لا مش هيبقى استكمال عقد، لا يعني ممكن نرجع نعمل عقد جديد بشروط جديده، يعني الخطين الاول والثاني. الخط الاول والثاني باذن الله تعالى. طيب بالنسبه للاربع قطرات اللي هم موجودين عندنا في ورش شبرا الخيمه اللي اثير حواليهم كلام كتير جدا ان السوفت وير بتاعهم فيه مشكله ولسه متاخره انها تورد نظام السوفت وير، وناس كتير بتتكلم ان هي تعتبر مش اهدار المال العام انما ان هيئه الانفاق ورطت المترو في الكلام ده. وان شاء الله يعني ماكسيم في خلال شهر او شهر ونص باذن الله الاربع قطرات هيخشوا الخدمه باذن الله تعالى. ان شاء الله. يعني السيد الوزير النهارده اعلن ان في عمليه استبدال لعدد كبير جدا من القطارات على الخط الاول بقطارات مكيفه، ايه الخطه اللي حضرتك هتبقى خطه عاجله لتحسين الخدمه اللي بتتقدم للركاب؟ احنا اوريدي عاملين عقد ب 20 قطر من شركه روتم، ال 20 قطر دول هيبداوا في التوريد في شهر 4/2015، 20 قطر كوري من كوريا يعني. باشمهندس علي، الاسبوعين الاخرين ظهرت مشكله شوقي حسن اللي هو رجع عمليه الاوراق بتاعت اعاده الهيكله بتاعت رواتب العاملين في المترو، وكان في مشكله ان البيانات اللي كانت راحت له كانت غير صحيحه الخاصه برواتب صن مصر. والله هو الكلام اللي بيتقال انا مش مقتنع بيه، كلام مش منطقي. وكنت قاعد مع الزملاء اللي هم كانوا ماشيين يعني يوم بيوم مع المكتب من حوالي ساعه زمن، واتفقنا ان احنا ان شاء الله يوم الخميس اللي هو بعد بكره الساعه 1 المكتب هيجي وهيقعد وهنقعد معاه، والزملاء اللي كانوا ماشيين مع المكتب برضو متابعين المكتب هيقعدوا معانا ونشوف يعني ايه داتا خدوها مش مظبوطه. يعني ايه هو واخد سليبسات والسليبس دوت بيجيب من على الكمبيوتر، ماشي، يعني ايه مش مظبوط، ايه اللي مش مظبوط في الموضوع، وتشوف الكونسبت اللي شغال بيه ايه المكتب، هل كونسبت صح ولا كونسبت غلط، نشوف الدنيا اخبارها ايه. فان شاء الله يوم الخميس هنقعد قاعده مع المكتب ومع الزملاء ونشوف الدنيا اخبارها. باشمهندس، المهندس عمرو رؤوف ده معماري شهير كان قدم بلاغ من 3 4 ايام بيقول ان المرحله الثانيه من الخط الثالث مترو الانفاق فيها 1014 شرخ، المفروض ان المترو هيستلمها قريب، انت هتستلم بالفعل ولا هتتحقق الاول من قصه ال 1014 شرخ الموجودين في جسم النفق ده ومدى خطورتها على عمليه التشغيل نفسها؟ بص يا فندم، عمر الهيئه القوميه للانفاق ما هتستلم من المقاول الا اذا كان الاستلام فول سيف امن بنسبه 100%. طيب الراجل اللي قال ان انا عندي 1014 شرخ ده راجل معماري ولا مدني؟ معماري، بس في تقرير تم رفعه للسيد الوزير جلال السعيد لما كان موجود في وزاره النقل، وبعد كده الانفاق قالت احنا حققنا وطالينا على الشروخ اللي اقل من 8 مليون. انا بقول لسعادتك اهو النهارده لو النفق فيه شروخ غير امنه عمر الهيئه القوميه للانفاق ما تستلم.
لو الشروخ في حدود المسموح اللي هي ما بين الفواصل وبعضها وبيتعمل قصة الحقن، مفيش مشكلة خالص. يعني احنا عندنا النفق هو في بيبقى اسمها فواصل تمدد، ماشي، ومنشوف احنا من كام، و80 من 89 تقريبا الى وقتنا هذا، وبنعمل حقن ومفيش عندنا مشكلة خالص. يعني في شروخ منطقية وفي شروخ مش منطقية. اللي الراجل بيتكلم عليه بلا شك دي شروخ منطقية ومتعودين عليها ولازم تبقى موجودة عشان تبقى فواصل تمدد. تمام باشمهندس، في ديون لوزارة التربية والتعليم لصالح المترو بسبب الاشتراكات، وفي ديون لأكتر من وزارة وهيئة المفروض إن هي مستحقة للمترو، إيه اللي حضرتك هتعمله عشان تسترد الديون ديت؟ والله إحنا كان في اجتماع أنا كنت متذكره في وجود أو أيام المهندس عبد الله ومن حوالي حاجة وعشرين يوم، وكان بيقول يعني أنتوا ما أنتوش محتاجين حاجة في رئاسة الوزراء، فقلنا له إن إحنا التربية والتعليم لينا عندهم مبالغ كبيره في مقابل الاشتراكات الايه اللي فاتت، بس انا طبعا ما اعرفش مهندس عبد الله ايه الاكشن اللي خده، ماشي، انما طبعا هنرجع لاداره الماليه عندنا ونشوف الموضوع اخباره ايه ونكمل عليه باذن الله تعالى. ان شاء الله باشمهندس علي، احنا هنفتتح ان شاء الله قريبا المرحله الثانيه من خط 3 المترو الانفاق، معنى كده ان انا هضيف على المترو حوالي 5 محطات جديده، دي هتطول المسافه اللي بيركبها الراكب، سواء كان هيركب من شبرا عشان يروح مصر الجديده او هيركب من المرج او من حلوان. ده معناه ان ده هيبقى فيه لود كبير جدا على المترو على التشغيل، كمان هيزود على التكلفه بتاعت عمليه التشغيل. في اتجاه ان انا اعدل في عمليه محاسبه الراكب على المحطات، هتبقى مثلا بعدد المحطات ولا هنزود في التذكره؟ هيبقى في اجراء في الوقت الحالي؟ لا في الوقت الحالي يعني مفيش زياده ان شاء الله. مع بدايه العام الجديد ان شاء الله قريبا، مع بدايه العام الدراسي اللي جاي يعني في شهر 10، يعني حسب ما يكون ان شاء الله يعني لسه بدري قوي على القصه دي، يعني تعرف في الظروف اللي بتمر بيها البلد، يعني احنا في الوقت الحالي مش في دماغنا احنا، بس اهم حاجه عندنا التصرف بتاع الايراد ده، احنا لو قدرنا نظبطه هيعوضنا عن زياده التذكره بكثير. بالنسبه للتسرب من الايراد، هل هيتم فتح المحطات المغلقه زي السادات والجيزه قريبا؟ التسرب ملوش علاقه بفتح المحطات، التسرب التكدس برضه بيساهم شويه. لا هو التسرب يعني احنا عندنا عجز شويه في عماله التشغيل، واحنا دلوقتي بنعمل زي سيناريو كده باذن الله هنبدا تنفيذه من 1/5، وهننزل مجاميع في وقت الذروه في محطات بعينها، وان شاء الله هتبقى الدنيا افضل بكثير ان شاء الله. طب بالنسبه للسادات والجيزه؟ بالنسبة للسادات احنا هنبدأ الأسبوع الجاي نشتغل في محطة السادات بحيث تبقى محطة تبادلية، يعني اللي ينزل من الخط الأول يروح الخط الثاني والعكس، إنما مش هيطلع بره، مش هتتفتح من الخارج، لا لا لا، هيبقى محطة تبادلية عشان نخف الضغط على محطة الشهداء ونحكم سيطرة الايه الأبواب في محطة الشهداء. ده إن شاء الله يبقى السبت الجاي ولا هنبدأ في الشغل من السبت الجاي، وده ممكن ياخد معانا يعني من 20 يوم لشهر باذن الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله تعالى. باشمهندس علي، مش عارف اسال حضرتك ازاي، انما انت شايف ازاي الفتره اللي فاتت تحت اداره المهندس عبد الله فوزي للمترو؟ والله المهندس عبد الله يعني عمل اللي يقدر عليه في حدود امكانياته. تمام. ويشكر. باشمهندس علي، حمل المترو تقيل جدا، لكن احنا واثقين ان حضرتك ان شاء الله قادر على ان انت تعبر بالمترو لمرحلة اكثر امانا. الله اعلى واكبر. ونعم بالله ان شاء الله، والف الف مبروك لحضرتك ودائما بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك حبيبي، الله يخليك.